Now the reason why I was standing. السبب في أنني أقف هنا أمام اثنين من العمالقة طول كل منهما 11 مترا، أحدهما هو جاي فوكس والثاني واحد من مشاهير المخترين هذا العام وهو هارفي واينستاين، لأنه منذ 20 عاما لم يكن مسموح لنا أن نقوم بفعالية كهذه. هذه الفعالية نختار واحد من المشاهير أو شخص نسمع عنه في الأخبار في ذلك الوقت، وبطبيعة الحال على مدى الآونة الأخيرة خلال الأسبوعين الماضيين كان هارفي واينستاين في الأخبار، وشعرنا أنه من غير المنصف ألا نختاره معنا هنا الليلة. إنه لهج بريطاني ساخر جدا وكلاسيكي جدا، ومن الواضح أن هارفي واينستاين مثير للجدل في الفترة الأخيرة لما كان يقوم به. ما نقوم به هو ليس احتفالا به، بل هو نوع من لفت الانتباه إلى ما قام به هارفي، ونأمل أن يأخذ الناس عبرة من ذلك في المستقبل.